أستاذ خالد، الجامعات تقوم بدورها بمراجعة دورية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل واحتياجات سوق العمل. الجامعات لا شك أنها في كل عام يجتمع مجلس شؤون الجامعات لتحديد نسب الدخول إلى تخصصات محددة بنسب معقولة ومتطلبة لسوق العمل، حتى لا يتخرج الطالب من هذا التخصص ولا يجد وظيفة. أصبحت عملية نسبة وتناسب لاحتياجات سوق العمل.